تعالوا بقى نتكلم في الفقرة دي أكتر وبالتفصيل عن رياضة التجديف، لأن الحقيقة وكلنا واخدين بالنا من هذا الأمر إنها ابتدت تنتشر بشكل لافت للانتباه في الفترة الأخيرة، ومش بس كده كمان بقى في بطولات كتيرة ومتنوعة سواء في الكاياك أو في الكانوي، وهنعرف حضراتكم التفاصيل المتعلقة بالرياضتين دول أو التفصيلتين دول في التجديف. وبقينا كمان بنشوف مراكب التجديف على امتداد نهر النيل وفي البحر وبشكل كبير جدا الحقيقة. طبعا لازم كمان ناخد في الاعتبار ان مؤخرا كان في بطولة مهمة جدا للتجديف في مدينة العالمين الجديدة ضمن مهرجان العالمين الرياضي. عندنا كلام كتير هنتكلمه عن التجديف وعن انتشاره في مصر في الفترة الأخيرة مع ضيفتنا اللي منورانا نانسي أحمد، وهي لاعبة التجديف السابقة وبطلة الجمهورية لمدة 10 سنين متواصلة، وهي حاليا محكمة دولية في الكاياك. صباح الفل عليكي، اهلا بيكي يا نانسي. صباح الفل عليك، وصباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الهنا على كل مشاهدين قناه الاهلي. نورانا كالعاده بجد يا نانسي، وكنت معانا تقريبا من اقل من سنه او من سنه حاجه زي كده، واكيد من سنه لسنه اختلف الامر وفي تطوير حصل بشكل كبير جدا. حابين بس نبدا في البدايه، لان السؤال ده ممكن يجي برضو في اذهان بعض المتابعين دلوقتي، نبدا من الاول كده. التجديف كان في الاول او اللي احنا نعرفه عنه ان هو حاجه ترفيهيه، ايه اللي اخذ التجديف من فكره عمل ترفيهي او رحله ترفيهيه لرياضه وبطولات وحاجه بقى على المستوى الاحترافي؟ طبعا التجديف هو من اقدم، او اتحاد التجديف من اقدم الاتحاديات، لان هو انشا عام 1907. فرياضه التجديف من يعني موجوده من زمان جدا، وهتلاقي دايما الملوك والامراء دايما كانوا حريصين زيها زي رياضه الفروسيه ان هم يمارسوا رياضه التجديف. بس خلينا نقول انه هي ابتدت كرياضة بشكل بروفيشنال الأول، وبعد كده ابتدت دلوقتي تبقى بشكل ترفيهي. يعني تعكست العكس، لأنه يعني احنا لو بنتكلم على رياضة التجديف، لأ الناس كانت بتبتدي تروح وتتمرن وتنزل بطولات. دلوقتي بقى في أكاديميز كتيرة منتشرة ممكن تعلم أي حد أنه هو يلعب تجديف. بقى في أنواع مختلفة لمراكب التجديف تخلينا أن احنا لو حد مثلا معدي سن الـ30 أو معدي سن الـ40 يقدر أنه هو يعني خلال سيشن أو اثنين أو ثلاثة يقدر أنه هو ينزل ويمارس رياضة التجديف. وده بقى منتشر جدا، دي بقت حاجة يعني ما كانتش موجودة قبل كده. واللي من ضمنها الكانوي والكاياك، انا كنت بقول من شويه ان من ضمن انواع رياضه التجديف برضو عايزين نعرف كده الناس ولو بشكل مختصر كل الفرق بينهم. بين الاثنين طبعا احنا قلنا قبل كده ان ده اتحاد منفصل عن اتحاد الكاياك، منفصل عن اتحاد التجديف. التجديف بيكون اللاعب بيقدف بظهره، المركب بتبقى مختلفة، بتبقى اطول، المقاديف اطول، المقاديف بتكون مثبتة في المركب نفسها. الكاياك بتكون المركب اقصر وكمان اخف في الوزن، والمقداف كمان بيكون قصير وخفيف، واللاعب بيقدف بوشه. تمام. بالنسبة للتجديف عندنا يعني انتشر وتطور بشكل كبير التجديف الشاطئي والحقيقه، او الكوستر روينج، وده دي كانت البطوله اللي اتعملت في العالمين الشهر اللي فات. والحقيقه ان دي اول بطوله جمهوريه بينظمها الاتحاد المصري للتجديف، وكانت حاجه كويسه جدا ان هي تتعمل طبعا في مهرجان العالمين، لان ده خلى الناس تتفرج على التجديف بشكل قريب. طبعا احنا دي الفيديو اللي بيتعرض ده كان من فعاليات البطوله، وزي ما حضرتك شايف دي مركب سكيف، مركب فردي، بيكون فيه زي ثلاث نقط. مفروض ان اللاعب في الاول بيمشي ويبتدي الاول، بيبقى اول يعني تيرنينج بوينت دي بتبقى على يمينه، وبعد كده بيلف على شماله، اخر واحده بيلف لورا. تمام. وبعد كده بيرجع، وبيكون فيه 50 متر مسافه 50 متر جري على الرمله لغايه لما يوصل للمركب وبينزل، وبعد كده بيرجع. اول لما بيرجع لازم يرجع يجري على الرمله مسافه 50 متر. طب بصي بقى، الرمله دي ممكن اللي تاخر ناس. ما هو عشان كده هو ده يعني الحماس اللي في اللعبه. صح. ان حضرتك دي حصلت في البطوله نفسها، ان في ناس فعلا وصلت بدري بس ما بتقدرش تجري فيها. ما هي بقى دي الشطاره. واحد يغرز مثلا. بيكون في علم محطوط عند الحكم بعد مسافه ال 50 متر الرمله دي، بيمسك العلم الاول. 50 متر في الرمله محسوبه ضمن المسافه الكليه للسباق. بالظبط كده. يعني هو الفكره زي ما حضرتك شايفهم بيبتدوا، ده الستارت بتاعهم. هيبتدي اول ما الحكم يديله الاوكي يبتدي ان هو يجري يوصل للمركب ينط فيها. هيجري اهو. تمام. هنا بيقول لهم ان دي فولس ستارت او بدايه خاطئه يعني. لانه الاثنين لازم يبتدوا في نفس التوقيت. اللي لابس نظاره سبق، انا خدت بالي. بالظبط.
فهي لعبة حماسية جدا واضح ان البطولة دي كمان كانت ناجحة وكان ممتعة. في ممتعة جدا يعني. وطبعا كان في اهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة بان يكون في مجموعة العاب بتبقى يبقى في بطولات شغالة فيها زي ما حضرتك شايف. ده مين فيه بقى، ده كاياك ولا لا ده تجديف؟ احنا كنا ده تجديف العادي. اه اوكي. هينط طبعا الفكرة برضو ان هو ينط بسرعة جوه المركب عشان يلحق وبعدين يرجع يوصل بالمركب على الرملة زي ما شفنا. أوكي. وبعد كده يبتدي يرجع جري بسرعة وياخد العلم اللي كان موجود، بيسحب العلم الاول هو بيكون في مشاركة نسائية ومشاركة طبعا كان في رباعي وكان في دوبل وكان في وفي طبعا قارب فردي سكيف بالنسبة للبنات وبالنسبة للولاد طبعا.